مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في درس جديد من الدروس التي تقدم لكم عبر هذا المنصة الرقمية. اليوم سوف طبعا نتعرف على درس جديد، ولكن قبل ذلك نصحح الواجب المنزلي الذي أتمنى أنكم أنجزتموه. أعطيت لكم جمل ناقصة، عليكم أن تضعوا الحال المناسب في المكان المناسب ليعطي للجملة معنى. متعبا، مزقزقة، ماشيا، مكرهة. أذكركم بمفهوم الحال، هو أن الحال هو يبين لنا حال صاحبه، أي اسم قبله يكون اسم نكرة منصوب. دائما تجدونه اسم نكرة معناها بدون التعريف ومنصوب، دائما الاسم النكرة يكون منصوب دائما بالتنوين بالفتح. ها هي الجمل، أتمنى أنكم أجبتم عليها. سأعطيكم الإجابة مباشرة بدون ترتيب. هاي والله. إذا لاحظوا، ذهب جدي إلى الحقل. كيف ذهب؟ ماشيا. إذا وصل متعبا، هذه هي حال الجد، عندما ذهب ماشيا وصل متعبا. تناولت البنت الدواء مكرهة، مكرهة معناتها بغير رضاها. من يحب يشرب الدواء؟ طبعا إذا الجميع يشرب الدواء مكرها، إذا مكرهة. عادت العصافير إلى أعشاشها، كيف عادت؟ مزقزقة. إذا هذا هو حال العصافير عند عودتها إلى أعشاشها. وقد طلبت منكم أن تعطوني مثالا، ولكن قلت عليكم التنويع والإكثار من الأمثلة لتكتسبوا المفهوم. إيتي بجملتين على المنوال السابق، أي جملة تحتوي على حال. أنا أعطيتكم مثالين، ولكن أنتم أحرار، هنا تعبير كتابي، تعبرون كما تشاءون، فقط تركزون على الحال. نقول نام الجندي متعبا، كيف نام الجندي؟ نام متعبا. جاء المعلم راكبا، كيف جاء المعلم؟ جاء المعلم راكبا. أتمنى أنكم اكتسبتم الحال ويمكنكم التعرف عليه في عندما نقوم بدراسة النص أو في تركيب جمل إلى غير ذلك. اليوم سوف نتعرف على الدرس الجديد وهو الأسماء الموصولة، لا تقل أهمية عن الدروس السابقة. نبدأ دائما أولا نتعرف على مفهوم الاسم الموصول. لاحظوا هذه الجملة، أحب أمي. هل هذه جملة تامة؟ ما رأيك؟ نعم، هذه جملة لها معنى تام، أحب أمي مفهوم. الآن أضيف لها شيء، لاحظوا أحب أمي التي. هنا هل بقيت جملة تامة؟ أحب أمي التي. لا، الآن أصبحت جملة غير تامة، لا يمكن أن أقول أحب أمي التي وأسكت، تصبح جملة غير تامة، يجب أن أضيف لها شيء لأكمله. إذا هل كلمة التي لها معنى ودلالة واضحة بمفردها، معناتها هل تفي بالغرض، تعطي معنى للجملة؟ لم تعطيها معنى. إذا هذه كلمة التي غير كافية بمفردها، معناتها لا تكون وحدها في الجملة وتعطي معنى ما أريد. إذا أتساءل، هل تحتاج كلمة التي إلى جملة أو وصلها بجملة بعدها لكي توضح دلالتها، أي مفهومها ويتم معناها؟ نعم، فمعنى هذه التي مرتبط وموصول بالجملة التي بعدها، معناها وحدها ما تعطينيش معنى، غير كافية، كافية غير كافية عفوا، يجب أن أعطيها أو أضيف لها جملة تتم معناها أو تعطيها معنى. إذا يجب أن أضيف جملة أخرى مكملة لها. ها هي، أحب أمي التي سهرت من أجلي. يمكن أن تعطي جملة أخرى، لست مجبر بهذا الجزء. يمكن أن تقول مثلا أحب أمي التي تعبت في تربيتي، أحب أمي التي تغمرني بعطفها. المهم أضيف جملة تعطي معنى لما سبق، التي وحدها لا تعطيني المفهوم. إذا هذه الجملة التي أضفتها ماذا نسمي
هذا بعد نرجع لها. هذه الجملة نسميها صلة الموصول. أما هذه الكلمة التي لا يتم معناها إلا بوصلها بجملة بعدها، قلت أحب أمي التي، فالمعنى كان نقص، إذن يجب أن أصلها بجملة تتم معناها. هذه الكلمة نسميها الاسم الموصول، لأنه يتصل ما يمشيش وحده، يتصل الاسم الموصول لا مبهم، أي ليس له معنى بمفرده، لازم يكون موصول بجملة أو كلمة أخرى ليتم المعنى. الآن الجملة التي تأتي بعد الاسم الموصول وتتم معناه ماذا نسميها؟ هذه الجملة سهرت أمي، ماذا نسميها؟ نسميها جملة صلة الموصول، التي هي اسم الموصول، التي هو الاسم الموصول. أما هذه الجملة التي تتم معنى التي نسميها صلة الموصول، وهي عبارة عن جملة. نعيد كتابة الجملة تدريجيا. ها، أحب أمي، هنا أي جملة تامة، ولكن قلت لكم هناك جمل بسيطة وهناك جمل مركبة. هذه جملة بسيطة. الآن أحب أمي التي، هنا أبقى أتساءل أنتظر ماذا يأتي بعدها. أحب أمي التي سهرت من أجلي، أحب أمي التي تتعب في تربيتي، أحب أمي التي تغمرني بعطفها وحنانها. يمكن أن تضيف ما شئت، المهم أنها جملة تتم المعنى السابق ونحصل على جملة تامة. إذن ما هو الاسم الموصول؟ مفهوم الاسم الموصول هو اسم يأتي لتوضيح كلام سابق، ولكن لا يتم معناه إلا بجملة تأتي بعده وتسمى صلة الموصول. وهذه الجملة إما أن تكون اسمية أو فعلية، لا يهم. هنا سوف نتعرف على بقية الأسماء الموصولة. أعطيتكم مثال مفهوم الاسم الموصول، وأعطيتكم مثال فقط التي، ولكن عندنا عدة أسماء موصولة ومدلولها. لدينا هنا الذي، انظروا المفرد المذكر، التي مفرد المؤنث، الذين الجمع المذكر، واللواتي جمع المؤنث. الآن كل الأسماء الموصولة معرفة، لا يمكن أن نجد اسم موصول نكرة في الأسماء الموصولة معرفة. لنتعرف على الأسماء الموصولة. لدينا الذي اللي شفناه في الصورة هنا للمفرد المذكر، مثال نقول جاء التلميذ الذي غاب بالأمس. التلميذ مفرد مذكر، اسم الموصول الذي يناسبه هو الذي. لدينا التي تناسب المفرد المؤنثة، مثال جاءت التلميذة التي غابت بالأمس. إذن التلميذة مفردة مؤنثة يناسبها اسم الموصول التي. الذين هو للجمع المذكر، جمع من الذكور أكثر من ثلاثة، أو ثلاثة فما أكثر، المهم أكثر من اثنين. مثال نقول جاء التلاميذ الذين غابوا بالأمس. إذن التلاميذ جمع مذكر، يناسب هذا الجمع المذكر يناسبه الاسم الموصول الذين. الآن اللواتي، اللواتي للجمع المؤنث، مثال هؤلاء التلميذات اللواتي نجحنا. هؤلاء التلميذات اللواتي نجحنا، التلميذات جمع مؤنث يناسبها اللواتي، اسم الموصول اللواتي. الآن أعطيها لك جدول اختصارا لما تم التطرق إليه. في الأول تطرقنا الأسماء الموصولة بجمل، الآن عبارة عن جدول لكي نسهل عليكم أو نقرب لكم الفهم. هنا بالجدول يكون أبسط من جمل. لدينا الأسماء الموصولة التي سوف نتعرف عليها أو نبدينا نتعرف عليها اليوم. عندنا الذي، الذي يفيد للمفرد المذكر،
لدينا التي تفيد للمفردة المؤنثة، الذين يفيد للجمع المذكر، اللواتي يفيد للجمع المؤنث. أما اللواتي لديهم حصة أكبر، يمكن أن نقول اللواتي، اللائي واللاتي. لاحظتم هناك تمييز نوعا ما للجمع المؤنث. إذن جمع المؤنث ممكن نستعمل، نقول اللواتي الأسماء الموصولة ولها نفس المعنى، اللاتي واللائي، هذا للجمع المؤنث. الآن سوف نتدرب ببعض الأمثلة لتثبيت الأسماء الموصولة. لاحظ الجمل ثم صل بين طرفي كل جملة باستعمال الاسم الموصول المناسب. الجملة الأولى، ثانية، الجملة الثالثة، الرابعة، الخامسة. إذن أقول شاهدت الشاب يتحدث في الهاتف. ما هو اسم الموصول الذي يناسب الشاب؟ إذن أفكر أولا، الشاب مذكر أم مؤنث، مفرد أم جمع؟ إذن فكرتم؟ الشاب هو مفرد، ثانيا مذكر. إذن ما هو الاسم الذي يناسبه؟ طبعا على بالي جبتها، الذي. أقول شاهدت الشاب الذي يتحدث في الهاتف. الآن جملة ثانية، شاهدت الفتاة تتحدث في الهاتف. الفتاة مذكر، مؤنث، جمع، مفرد؟ نفكر قليلا. إذن الفتاة مفردة واحدة، مذكر مؤنث؟ جيد، مؤنث. إذن مفرد مؤنث. ما هو الاسم الموصول الذي يناسب المفرد المؤنث؟ التي، نعم. الآن شاهدت الفتاة التي تتحدث في الهاتف. حضر الطالب، فاز في المسابقة. الطالب يجب أن نفكر، من الذي حضر؟ حضر الطالب. هذا الطالب مذكر أم مؤنث، مفرد أم جمع؟ في كل مرة نتساءل ونركز لكي أختار الاسم الموصول الذي يناسب الطالب. إذا لدينا طالب واحد وهو مذكر، طالب مذكر. إذا الاسم الموصول الذي يناسبه نقول حضر الطالب الذي فاز في المسابقة. نجح الطلاب، اجتهدوا. إذا من الذي نجح؟ الطلاب. الطلاب مذكر أم مؤنث؟ إذا مذكر. جمع أم مفرد؟ جمع. إذا لدينا جمع مذكر. ما هو الاسم الموصول الذي يناسب جمع المذكر؟ نعم، جيد، الذين. أقول نجح الطلاب الذين اجتهدوا. نجحت الطالبات، الطالبات. إذن تنتهي بتاء مفتوحة، إذن هي جمع مؤنث. ما هو الاسم الموصول الذي يناسب جمع المؤنث؟ هو اللواتي. أقول نجحت الطالبات اللواتي اجتهدنا. الاجتهاد دائما، النجاح مربوط بالاجتهاد، الذي يجتهد هو الذي ينجح. يمكن أن أقول نجحت الطالبات اللاتي اجتهدنا، أو نجحت الطالبات لا اجتهدنا، لأن جمع المؤنث عنده ثلاث أسماء موصولة تناسبه وكلها صحيحة. إذن أيضا نثبت هذه الأسماء بتمرين ثاني، ولكن هنا أعطيت لكم العكس، أعطيت لكم الاسم الموصول، أنت تعطيني الجملة التي تتم معناه. إذن شاهدت الطفلة التي تلعب بالكرة أو تلعب الكرة. ممكن أقول شاهدت الطفلة التي تقطف الأزهار، شاهدت الطفلة التي تراجع دروسها، شاهدت الطفلة التي تغني. يمكن أن تضيف أي جملة، المهم أنها تتم المعنى، معنى الاسم الموصول، وتصبح لدي كلها جملة تامة. هنا المجتهد هو الذي. الطفلة التي، شوفوا، مؤنث، مفردة، مؤنثة، اسم الموصول التي، اسم الموصول الذي.
يمكن أن أعطي أي جملة، فكروا في أي جملة تكمل المعنى أو تتم المعنى وهي صلة الموصول. فكروا قليلا، يمكن أن تختاروا أي جملة. أختاروا لكم أنا الآن. هايوة، المجتهد هو الذي يتابع دروسه، المجتهد هو الذي ينجز واجباته، المجتهد هو الذي ينصت لشرح المعلم. يمكن أن عندكم عدة اختيارات، المهم أنها تكون جملة تامة وتتم المعنى، تؤدي المهمة. الفائزون، هن الفائزون جمع مذكر، إذن الاسم الموصول الذي يناسبها هو الذين. هنا لك الاختيارات مفتوحة، أنا سأختار لك واحدة. ينالون الجوائز، الفائزون هم الذين ينالون الجوائز. يمكن أن أقول الفائزون هم الذين يصعدون على منصة التتويج، مثل ما فعل الفريق الوطني عندما نال كأس إفريقيا، هم اللاعبون هم الذين صعدوا على منصة التتويج. البنات، البنات جمع مؤنث، الاسم الموصول الذي يناسبها هو اللواتي. أيضا هنا لديكم اختيارات مفتوحة، أنا سأختار لكم واحدة، فأقول البنات هن اللواتي يساعدن أمهاتهن. نقول يمكن نقول البنات هن اللواتي يلبسن مآزرهن دائما، لأن الذكور لا يحبون ذلك. إذن أتمنى أنكم فهمنا مفهوم الأسماء الموصولة ومع من نستعملها وماذا يأتي بعدها، ارتباطها الوثيق بصلة الموصول. الآن لتثبيت ما تم اكتسابه سأعطيكم كالعادة واجب منزلي بسيط. ما هو هذا الواجب؟ أن تضع اسم الموصول المناسب في الفراغ. لديك الذين، الذي، اللواتي، التي. الجملة الأولى، هؤلاء الحجاج يطوفون حول الكعبة، الطفلة هي تقفز بالحبل، الرجل هو يسوق السيارة، النساء هن يزغردن في العرس. استشر أصدقائك تثق بهم. استدعى المدير الطالبات، حضرنا المسرحية. إذن أتمنى أنكم فهمتم مدلول كل اسم من هذه الأسماء، من هذه الأسماء الموصولة ومع من تكون، تضعها في المكان المناسب لنربط بها بين طرفي الجملة بالاسم الموصول المناسب. إلى هنا ينتهي درسي معكم، أتمنى أنكم استفدتم وتنجزون واجباتكم بجدية، وأقول لكم إلى الملتقى إن شاء الله.